الخطبه الثانيه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للايمان والصلاه والسلام على محمد صاحب الفضل والاحسان المنزل عليه في محكم كتابه تعظيما وتكريما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد يا اللهم بك تحصنت يا اللهم بك تحصنت يا الله بك تحصنتم. وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجرتم. وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجرتم. وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجرتم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون